الحولي ديال الاضحيه حولي من 20 كيلو الفوق ثمن مناسب والحمد لله وكل شيء مشي ناشط ان شاء الله يا ربي. كيف العاده كيف العاده يشدوا الطوموبيلات ويبقاو يدوروا على الفلاحه وعلى الكوالا، هذوك هما اللي دايرين الغلا. هاد الناس هادو حنا السلام ما عارفين حتى شي حاجه في الثمن، في الثمن راه هما اللي طلعوا الثمن. شكون هما هاد هما؟ هاد الناس راه من واحد السمسارة السماسرة ديال صحاب الفيرمات، السماسرة ديال صحاب الفيرمات، الناس الكبار صحاب الشكايا هما اللي بغاو يستغلوا هاد النقطة ديال هاد العيد هاد العام اللي هو في كاتالونيا بصفة عامة. الحولي راه كان غادي يوصل 310 اورو، دابا الحمد لله عدلنا الثمن عدلنا يبعدوا ويخليو الناس ما تعداوش على الناس الدراويش، الناس الدراويش راه ما عندهمش. دابا الناس بغاو يعرفوا علاش قبل العيد كيكون واحد الثمن الحولي كيسوى واحد الثمن، غادي يوصل العيد كيولي ثمن اخر. حيت اخاي كاينه واحد الناس اللي هما كيستغلوا الفرصه، دابا الحال دابا القضيه راه ما بقاتش في العيد، بقات في رمضان، بقات في جميع المناسبات، في اسبانيا جميع المناسبات ولاو الناس كتحتكر السوق، الناس كيجريو. دابا حنا في مثلا في الكارنيسيريات جالسين في الكارنيسيريات ياك، كاينه وحدين قبل منا كيخرجوا يكبروا السواق، بحال دابا كيلو ديال الشباكيه كان هيعمل 7 اورو دار 10 اورو 50، شكون اللي كبروا؟ كبروا الناس السماسيره اللي كبروا. مثلا هذا عام رمضان شي حوايج تزادوا السماسيره، كيشد التمر كيخبعوا عنده كيبغي يستغل الفرصه ويتعدوا على الناس. الناس راه ما عندهاش، الله يحسن العون، الناس راه ما عندهاش، راه 4 سنين طالعه في 4 سنوات ديال كورونا، الناس راه ما عندهاش عباد الله. وهاد التضحيه هادي اللي حنا ضحينا راه دابا الله مالك الحمد، الحمد لله دابا راه طاح الحق 260 اللي هو الحولي، اللي هو حولي معقول بالكيلوات ديالو بالمازن ديالو بالذبح ديالو كلشي ديالو اللي قال كيدير 260. اقل وزن شحال يقدر يكون؟ من 20 كيلو طلع الفوق، يعني مثلا 20 كيلو حطوطه 22 23 24 حتى 25 كيلو حتى 26 سيدي احمد، هذا هو اللي كاين. وهذا الشيء هذا خصو يصيبوا له حل، يعني الله يرحم الوالدين هاد الناس اللي كيبغيو يستغلوا. راه حنا كاملين ان شاء الله كنا نتفقوا مع بعضياتنا يعني كلشي غادي ياكل وكلشي غادي يكون مزيان والمواطنين يكونوا نشطانين وكلشي. علاش التعدو؟ واحد يشري حولي ب 310 اورو ما كايناش، راه كانت 310 اورو هذه 10 ايام قبل كان هيكون الحولي ب 310 ديال الاورو، باقي كنقولها يعني الحمد لله دابا الامور راه تعدلت، حيت بزاف الناس وقفوا، صحاب المجزرات وقفوا، راه عاد انا عاد بديت نتقيد، بديت كنقيد. انا شفت التاريخ نهار 29 شهر 6 عاد بديت كنقيد. قبل كنا كنبداو اسيدي ما قبل العيد واحد الشهر كتقيدوا الناس، كنقيدوا الناس ما كنا واقفين، انا بعدا كنت واقف، انا تيبان الثمن عاد تيبان الثمن، ما نقدرش انا نعمل واحد الحاجه اللي تضر المواطن بحكم انا نحس براسي، حتى انا كيف مواطن ما نحسش الحاجه اللي تجيب قاصحه عاديه كذلك ومثال. انا كناظر وما بقاش هذا الشيء هيقدر يكون، غادي يكون ديروا له حل ان شاء الله، ما غاديش نخليه اللي هو في الميدان غادي يدخل في الميدان، اللي ما هوش في الميدان غادي يكون عليه شي حاجه ماشي مزيانه. وعلى هادشي كيتهموكم بان اصحاب المجزرات بانه كيتفاهموا مع اصحاب الفيرمات وكيديروا، لا اصحاب المجزرات ما عارفين حتى شي حاجه، ديلي خورو والله العظيم والله صحاب الجزارات ما عارفين حتى شي حاجه. السماسريه السماسيره هما اللي كيستغلوا الفرصه، وهما حنا الجزار المخير بلا ما نقول لك شنو كاين، عنده واحد النسبه قليله راه دائما كنقولها، العيد الاولاني والعيد الثاني والعيد الثالث، حنا مساله كنقولوها واضحه وباينه. حنا كاينه بعد الاخوان فابور الشعب، فابور مواطنين، فابور حنا الناس اللي هي كتستغل الفرصه ديال الفقراء ديال الدراويش. هادشي ما يمكنش، هادشي هذا خصو حل، هادشي خصو حل، ماشي هنا ماشي على اسبانيا، اسبانيا بلجيكا فابور المواطن، ودائما فابور المواطن، ودائما فابور الشعب، ودائما فابور الناس اللي الدراويش بحالي ساكابو، هذا هو اللي كاينه. باش استغلال عمره هيكون، باش انت تستغل
القضيه وطلع السوق ممكن، وراك عارفين مئة الناس اللي كنهضر عليهم شكون، وانا نحاربكم حتى يجيب ربي الممات. يوسف البركه ومرحبا بكم كاراتيرا ماتوراي ترينتين ويبي الحولي ديال الاضحيه، حولي من 20 كيلو الفوق، ثمن مناسب والحمد لله، وكل شيء مشي ناشط ان شاء الله يا ربي. كيف العاده كيف العاده. السلام عليكم، واسمحوا لنا لا توترنا شي شويه، وهذا الشيء هذا راه ماشي سهل، فهمتي راه ماشي سهل. يعني انا راه واحد انسان عندي واحد الغيره، انا عندي الغيره مربي على الناس الدراوش ما يضيعوش، الدراوش ياخذوا حقهم، ما الناس اللي لاباس عليهم ماشي شخونا فيهم، هما لاباس عليهم ما كيضربوش القيمه الحولي، وهنا راه الناس كتضرب القيمه يطرد الزيت، ويطرد الزيت كتضرب له القيمه.